يستعد لاعبيكم المقدم. بكل خير مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. من ملعب المراكانا لنشاهد اليوم مغطى بالكامل بألوان المنتخب البرازيلي. يا إلهي على أجواء، يا إلهي على هذا الملعب المهيب الرهيب الرائع جدا. أما الآن مع النشيد الوطني. طبعا يا جماعة احنا النهاردة في مباراة البرازيل وصربيا في كاس العالم 2022 المقام في قطر. المباراة دي يا جماعة في المجموعة السابعة الجولة الاولى، المباراة التانية المجموعة اللي بتكون فيها برضو الكاميرون وسويسرا اللي شفناهم لعبوا الساعة 12 الظهر. ماتش النهاردة البرازيل وصربيا بيتلعب بتوقيت الساعة 9 بالليل بتوقيت مصر والساعة 10 بتوقيت قطر. مباراة الصبح كانت في توقيت الساعة 12 الظهر بتوقيت مصر وواحدة الظهر بتوقيت قطر. طبعا يا جماعة بطولة كبيرة جدا وبطولة رائعة وتنظيم عالي جدا من قطر. طبعا يا جماعة احنا بنعمل محاكاة لمباريات كاس العالم، يعني مباريات كاس العالم بتلعب في الحقيقة احنا بنلعبها على البلاي ستيشن سواء 4 او 5 بيس او فيفا عليه عربي او انجليزي، بيس 21 او 22 او 23 او فيفا 21 و 22 و 23. لكن احنا النهاردة يا جماعة هو بلاي ستيشن 4 سليم وبيس 21. انا كان نفسي النهاردة العب المباراة دي على فيفا 22 لكن للأسف والله ما لقيتش منتخب صربيا فيفا، فاضطريت ان انا العبها على بيس 21. طبعا يا جماعه مبدئي ان انا لما باجي العب لو في فريق عربي بيبقى هو دي الاولويه. نشوف بس يا جماعه التشكيل المنتخب البرازيلي اللي بيلعبوا بطريقه 4-3-3. تمام، لو مفيش فريق عربي باخد، لو في فريق افريقي مفيش فريق افريقي باخد شرق اوسط مفيش باخد تقريبا يا جماعه الفريق اللي على مزاجي. طبعا منتخب صربيا ادي التشكيل بتاعه 3-5 او 3-4-1-2. تمام، المنتخب الصربي يا جماعه انا طبعا كان نفسي العب بالبرازيل على فيفا لاني بحب فيفا اكتر جدا وبكون كويس فيها، لكن للاسف النهارده اضطريت العب بالبيس عشان خاطر يكون منتخب صربيا معايا. بدات المباراه يا جماعه على ايدينا اليمين المنتخب الصربي بالزي الاحمر الكامل سواء كان شورت او تيشيرت او شراب، والمنتخب البرازيلي على ايدينا الشمال بالزي التقليدي التيشيرت الاصفر الجميل والشورت الازرق الرائع والشراب الابيض. انا بعشق المنتخب البرازيلي يا جماعه وكاس العالم بالنسبه لي هي البرازيل. كانوا هيبداوا هجمه لكن اتقطعت منهم للمنتخب الصربي. احنا دلوقتي بقينا في الدقيقه 4 يا جماعه تقريبا، حكم بيتكلم مع لاعب المنتخب البرازيلي بيحذره كده بدل ما يديله يا جماعه انذار. تقريبا احنا كده قصاد فاول للمنتخب الصربي. المنتخب الصربي يا جماعه يلعب فاول بعيد جدا طبعا المنتخب البرازيلي. ان شاء الله نشوف النهارده مباراه جميله جدا واهداف غزيره وسامبا برازيلي وهو الاغنيه الرسميه اللي بغنيها لكل المنتخبات هي اصلا كانت للبرازيل. هجمه خطر جدا للصربي يا جماعه لكن في القايم من بره. طبعا الاغنيه يا جماعه هي برازيلي واصفر برقص سامبا بغنيها لكل المنتخبات اللي بتجيب اجوان، لكن بقى دي الاغنيه الاصليه بتاعتهم هنغنيها لهم ان شاء الله وهم بيحرزوا اهداف كتير. اكيد دلوقتي الكره اكيد ضربه مرمى، ضربه مرمى للحارس اندرسون البرازيل لعبها قدام لزمايله المنتخب البرازيلي. عايزين نشوف بقى كره برازيلي وشغل عالي جدا. انا شايف ان صربيا لحد دلوقتي هي اللي ماسكه الكوره وهجمه خطر جدا الحارس البرازيلي بينقذها يا جماعه والمنتخب البرازيلي هيبدا الهجمه وهنشوف بقى الشغل العالي. رجعها تاني لزميله بيحاول يخلي اكبر عدد من زمايله يبقوا جوه الملعب عشان يبداوا يعملوا هجمه جميله ومنظمه. المنتخب الصربي قطع وبيحاول يهاجم لكن الدفاع البرازيلي لحق. الدفاع البرازيلي ممكن يكون مش دون المستوى عن بالنسبه لنقارنه بالهجوم البرازيلي. هجوم البرازيلي ان شاء الله يكون كاسح. المنتخب الصربي كوره في العارضه رهيبه جدا يا جماعه ولكن الكوره من مبدا اساسا اوف سايد يا جماعه. كوره اوف سايد يلعبها المنتخب البرازيلي. لعبها اندرسون كوره عاليه ومرفوعه في نص ملعب المنتخب الصربي نزلت للاعيب البرازيل لكن لقت بعد كده نفسها مع اقدام المدافعين الصربيين. المنتخب البرازيلي بيحاول انه يقطع، قطع فعلا في حته خطر جدا يديها لزميله بيحاول يرقص شغل برازيلي لكن اتقطعت منه من المنتخب الصربي اللي عامل مباراه كويسه جدا. الله البرازيل قطعت
ولعبها لزميله، جميله جدا جميله جدا، هيلف وهيرجع وعايز يديها لحد من الجمايل، لعبها لكن اتقطعت منه تاني، وحاول ترد لهم تاني كبرازيل، ردت لهم تاني، ضغط جميل جدا من البرازيل، والله على السرور، وترجع تاني للعيب البرازيلي ويليان، عايز يرفع رفعها الله ويشوطها، والله جميله جميله، الدقيقه 19 وهجمه برازيليه قويه جدا وجميله يا جماعه. طبعا بالحقيقه يا جماعه قطر على التنظيم الرائع، الفنادق الرائعه، الاستادات الجميله والتنظيم والجماهير، وحاجه جميله جدا. المنتخب البرازيلي قطع الكره خطر جدا، وهيعمل بيها ايه؟ ضاغطين هما جامد جدا على صربيا وخدوا كده، وهيرفع كره جميله، واوبا يا الكره عدت من المهاجم البرازيلي، ولسه صربيا بتحاول تطلع بالكوره، والبرازيل بتضغط عليهم يا جماعه، وبيحاول صربيا انها تطلع، قدروا يطلعوا بالكوره، عايزين يعملوا هجمه، لكن الدفاع البرازيلي كان قبل مصاب. الدقيقه 24 فاول يا جماعه، هنشوف الفاول محسوب على صربيا ولا على البرازيل. الفاول على صربيا، المنتخب البرازيلي معاه الكوره بيلعبها لزميله، وهيبداوا يعملوا هجمه على الارض. احلى حاجه فيهم يا جماعه السروهات، وشغل عالي جدا، وبنشوف كره جميله جدا. بقت من نصيب الدفاع الصربي، لكن المهاجمين البرازيليين بيحاولوا ان هم يضغطوا من تلت صربيا علشان يقدروا ياخدوا الكره ويعملوا هجمه، وانا حاسس ان في جون قريب للبرازيل. فاول تقريبا يا جماعه على المنتخب البرازيلي، هيلعبوها الصربيين تقريبا في اول نص ملعبهم ناحيه المنتخب البرازيلي وناحيه ارضه. المنتخب البرازيلي بيحاول ان هو يقطع الكوره. الدقيقه 28 يا جماعه، مباراه سريعه جدا وجميله، وشغل سامبا برازيلي عالي قوي، بيحاولوا ان هم يقطعوها. داني الفيش بيحاول، اوبا جميله جدا، لكن ردت للمنتخب البرازيلي اللي بيجري وبيحاول ان هو يعمل كوره سريعه وهجمه جميله. الله الله على التوزيع والانتشار، وداني الفيش وهيرفع، اوبا لقيت الجون الاول، برازيلي واسمر برقصوا سامبا، الله الله يا برازيل، برازيلي واسمر برقصوا سامبا، جميله جدا، كوره جميله جدا، رفعها رفعه عالميه برازيليه، ويدي لا يصد ولا يرد ولا اجدع حارس مرمى. جميلة 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 يا جماعة، نشوف الإعادة، اداها لزميله على الطرف، رقص اللعيب وقرب شوية وبص على زميله، راح رافع الكورة، هد في الزاوية المعاكسة، ولا أي حد معاه ولا أي حد يقدر يقول له حاجة. جون برازيلي خالص يا جماعة، جميل جدا، في الدقيقة 32 بيسنتر المنتخب الصربي وبيرجع لورا عشان يحاول ان هو يفك شوية من الثغرات والدفاعات البرازيلية ويحاول انه يعمل هجمة، لكن البرازيل بتضغط تاني يا جماعة. انا قلت يا جماعة هنشوف اهداف النهاردة، البرازيل جميلة جميلة، البرازيل وسامبا وحاجة جميلة، ومرشح اول بالنسبة لي على مدار التاريخ، هو المرشح الاول، محدش يقدر يتكلم، 5 كاس عالم، حاجة جميلة جدا. المنتخب الصربي واخد فاول وبيلعبوا الكرة وبيحاولوا ان هو يلاقوا اي ثغرة في الدفاع البرازيلي، الدفاع البرازيلي ليس باقوى شيء، ولكن لحد ما قادر طبعا ان هو يوقف الهجوم الصربي، لان الهجوم الصربي برضو ليس بالقوي جدا. طبعا يا جماعة اتحسب فاول تاني للمنتخب الصربي، وهيلعبوا الكرة، هل هيرفعها؟ رفعها، هيد برازيلي، لا هيد صربي، ولكن خارج الملعب. هنشوف الحكم هيحسبها كورنر ولا هيحسبها ضربه مرمى. ضربه مرمى لاندرسون بيلعبها حلوه جدا جوه في نص الملعب، اداها لزميله البرازيلي، بيدي هيد لكن ترد للدفاع الصربي، وتحاول صربيا ان هي تعمل هجمه، لكن الدفاع البرازيلي لسه موجود وهيبداوا هجمه. الكره اتقطعت منهم بشكل غريب جدا، رجعت تاني للمنتخب الصربي اللي بيلف ويروح وعايز يوصل للاطراف، وحلوه يا سلام، اتقطعت من المنتخب البرازيلي ورد بالتالي للمنتخب السويسري الصربي، وهوبا الله على البرازيل، قطعها جميله جدا ويديها لزميله، لكن ما قراهاش، وصلت لصربيا بكل سهولة، ضغطوا تاني وخدوا الكرة ولعبها ثرو وهيجري، وهو أسرع أكيد ده برازيلي، وأوبا الجول التاني، الله يا سلام، حاجة في منتهى الروعة يا جماعة، برازيلي وأسمر بصحيح، برازيلي وأسمر بصحيح يا جماعة، الله، حاجة في نهاية الشوط الأول كده تفرحنا وتقول إن ده فعلا البرازيل، وإن أنا المرشح الأول، ورسالة رعب لكل المنتخبات يا جماعة، إحنا البرازيل، إحنا في أي زمان وأي مكان وأي بطولة إحنا المرشحين. الله، ضغط عليه من نص الملعب ولعبها ثرو وخدها بسرعته، بقى هو والجون والتيم مدافعين بيحاولوا، مفيش الدقايق
له في الزاويه، ولا تصدها ولا تردها. احنا البرازيل، احنا الصمبا، حاجه جميله جدا يا جماعه. على مدار التاريخ والعصور والزمان والمكان يبقى البرازيل هو المرشح الاقوى لاي بطوله يا جماعه يلعبوا البرازيل فيها. يتقدم بهدفين الان، يمكن ان نقول صربيا انها بتحاول يا اصبحت جماعه، مواجهه سنتروا تقريبا ورجعوا سهله. داخلين كده بقوه شويه، المباراه عايزين تصل يعملوا اي لتقديم هجمه مسافه قويه. تقريبا ما يتسبب عملوش غير في هجمه واحده، اصابه خدوا فاول هيلعبوا على المدافع. السريع. لا سكت كده وهدي بعد ما كان عايز يلعبوا على السريع عشان يفكر ويشوف هيلعبوا ازاي. جون جميل قوي يا جماعه للمنتخب البرازيلي تقريبا في الدقيقه 43 احتكاك او بدني 44. كبير، دفاع البرازيل قوي ضغطت بين اللاعبين وقطعه هنا، وبيجري وبيحاول انطلاقه يعمل غير عاديه. مشوار، هذه لقاه كره قصاده حاول خطيره، ان هو يرجع لكن اتقطعت منه. الدفاع السربي جميل، والله مشاكسه جامده جدا من المهاجم البرازيلي رقم 9، ولكن رودريجو المنتخب السربي قدر ياخد سافيتش الكوره مره تانية. كرة وويليام عمق بيحاول انه يضغط يا جماعه، والكوره لسه مع المنتخب السربي اتقطعت. وانتهى الشوط الاولاني بالتقدم الشوط البرازيلي الأول. 2-0 الكرة في الآن الدقيقه تأتي إلى 42 الهدافين، في الدقيقه 42 لنفس الهدف المهاجم اللي شكله سيتسجل مهاجم شيء عظيم من ورائع التوتر وهيتالق في كاس والتوتر العالم ده. الإنجليزي الشوط الآن الاولاني بيخلص يا في جماعه رغم ان الشوط الاستحواذ الثاني. مع صربيا 63 و37 للبرازيل، الا ان البرازيل قدرت ان هي تجيب الجون الثاني وتخلص الماتش، وتدي رساله قويه لجميع المنتخبات ان احنا ستبدأ قادمون. أحداث الشوط الثاني وبدات الآن. الشوط الثاني، بقت البرازيل يا جماعه على ايدينا اليمين وصربيا على ايدينا الشمال. تقتضي سنتر وينجح استعادة للمنتخب السربي وحاولت البرازيل تضغط كرة لكن لسه مع صربيا. صربيا لسه سافيتش برضه في نص ملعبها، حتى لو الكره معاها المنتخب البرازيلي كرة لسه بتأتي بيضغط. اليمين، الدفاع البرازيلي متواضع الى حد ما لكن ماشي الحال قصاد قطع الهجوم مسافة السربي. في كبيرة كرة بالكرة على الاطراف المنتخب لديه الفرصة السربي لكن ما العظيمة قدرش ان هو لإعادة منطقة يرفعها الجزاء. وقطعت منه، وبيجري واخد مشوار كبير لوحده لوحده لوحده، زميله بيشاور يحاول له تمريرها اداها له من بين فعلا وقدر المدافعين. انه يعدي من واحد والتاني والتالت. وشغل برازيلي برازيلي برازيلي، ولف ورجع تمريرة واداها جميلة لزميله، ردت يا خبر ابيض طمع فيها يا رودري، جماعه. وعبال ما فكر انه يرجع يعمل مسانده مع زمايله ويديهم كانت خلاص بقى في بتاع 4-5. لكن أفقد البرازيل قطع حاسب التاني التركيز وبيحاولوا على والتوازن. الطرف انه يرفع، لسه مع الكوره ما يفقدهاش، الكرة رفع وهد وهوبا الجول البرازيل، التالت يا خبر ابيض. في الدقيقه تصدي 56 لرامدي حارس من حارس صربيا قدر المرمى، انه ينقذ مرماه تسديده من هدف رائعه تالت لكن مؤكد التصدي كان ومحقق. اروع من حارس ياه، المرمى. ردة واداها فعل في لزمايله منتهى الروعه علشان خاطر الصراحه. يبداوا هجمه بسرعه، والبرازيل كله متقدم فعلا تقريبا يدور عملوا هجمه الكره كويسه بينها، ووصل ينجح للاطراف في تمرير وهيرفع اللعب رفعها عليه. وهوبا ياه، ثلاث مهاجمين صربيين. لكن اندرسون كان ليه راي تاني وياخد الكوره ويلعبها اليوم بسرعه الاداء في نص الدفاعي ملعب لهذه صربيا المباراه عشان توصل الكبيره لاي تخسر مهاجم برازيلي. المدافعين. الدقيقه 60 يا جماعه، صربيا اللي معاه الكوره رودري برضه يعتبر في نص ملعبه واتضغط عليهم. يسير والله المواجهه امام جميله جدا، خصمه، الله 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 لمسه الله الله، بينيه بيجري يمكنهم لوحده الانطلاقه والدنيا في فاضيه هجمه بس مرتده. متطرف، هيرفع ولا هيعمل ايه؟ يلعب رفعها الهدف جميله، كان عايز يعملها يد لكن بعيده، اداها لزميله تاني. يا خبر ابيض الدفاع الصربي والله يا جماعه شايل بلاوي، شايل كور كتير جدا وما زالت الكرة تايهة يرتكب ورايحة وجاية. الأخطاء فاول كما للصربيا، تقدم لعبوه بسرعة عشان يحاول يخشوا فك شق وفعلا الدفاع قدر فريق ان هو الخصم يوصل على الطرف. هل هيرفعها ولا يلعبها ويعود أرضية؟ بالكرة اداها لزميله على الأرض الصعبة وشاط شوطة قوية جدا واتصدت يا لازمة جماعة. كبيرة ويليان لقى لمناصبة الكرة حارس هدية المرمى لعبها لداني يميل ألفيش لاهي على اللي هذا بيحاول التألق انه يجري، على هذا ولكن التعامل اداها على لزميله هذه المباراة قدام الهداف التاريخية. بتاع البرازيل رقم 9 اللي جايب جونين النهارده. لكن صربيا قدرت انها تستحوذ عليها وترجعها لحارس المرمى. حارس يبدو المرمى الكرة يديها جانب للدفاع الأفق بتاعه اللي دايما بيحاول يخش على الاطراف ويبداوا هجمه، ولكن المنتخب تلعب البرازيلي الكرة بيضغط. إلى الأمام، هيقطع الكوره، قطع كوره كانت عاليه من الهجمة المنتخب السربي تنتهي الأمور. وقطعوها تاني يا جماعه منهم صربيا، والبرازيل تقطع والكوره رايحه وجايه في نص الملعب. لكن دلوقتي مع تعديل صربيا في الجهه اللي ناحيه الشمال، وهوبا البرازيل بتطلع جميله صربيا جدا تحصل على الكرة جميله مرة جدا. ثانية، وهل هيجري؟ هل هيعمل يحاول انفراد انطلاق لزميله؟ زميله الدفاع بيشاور له بمحاولة بيقول له اداني انا، إنقاذ هبقى انا والجون، إمكانية انا سريع الهدف انا احسن منهم. لكن الدفاع السربي يا جماعه كولاروف قدر يخلص الكوره في الدقيقه 75. ويليان قطع الكوره اتغرت منه وبوليا إلى تاني، الأمام اتلعبت في نص الملعب. يلعب كرة على المنتخب اليسار السربي بيحاول يا جماعه انه يخش، المنتخب البرازيلي قطع
وقال هيلعبها لزميله، لعبها لويليان، ويليان عايز اتقطعت منه الكوره لكن بيحاول عليها، اتقطعت منه بالفعل ولكن ردت لصربيا، وصربيا بتحاول تهاجم 1 و2 و3 وهيشوط لكن لقى مدافع برازيلي في وشه قطعها اداها لزميله، زميله التاني ما قدرش يستحوذ عليها، خدوها صربيا تاني، اتقطعت تاني جميله جدا للمنتخب البرازيل، لعبها لزميله، الله اللي بيرقص واحد وبيرقص التاني، الله على البرازيل، ولكن الدفاع الصربي ايضا قوي وجميل. الدقيقة 82 2-0، هل في جون ثالث؟ ده اللي هنشوفه. منتخب البرازيل ضايع كتير وفرص كتير بالجملة، وبيحاولوا هم يعملوا هجمة تانية، الكورة في نص الملعب، صربيا بتحاول شوطة تخبط في الدفاع، داني ألفش بيطلعها بدماغه توصل لزميله اللي لقاها هدية بيلعبها في نص الملعب تتقطع، المنتخب الصربي بيحاولوا ان هم يعملوا هجمة منظمة لكن الضغط البرازيلي قوي جدا، جري وراح على الطرف، راح على الطرف، حلوة جدا، هل هيرجع بيها؟ لا للأسف اتقطعت منه، والدفاع الصربي نجح في هذه الفرصة، ويليام ضغط لكن المنتخب الصربي تلعب الكرة مباراة حماسية وجميلة جدا، ويليام بيلعبها، الله هل هيعملها؟ هل الثالث؟ هل هيجيب اتريك وياخد الكورة؟ يا الدقيقة 90 يا جماعة، مفيش وقت بدل ضايع، والحكم بيصفر انتهاء المباراة الجميلة جدا دي 2-0 للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 32 والدقيقة 42 يعني في الشوط الأولاني يا جماعة، مباراة عظيمة جدا وحاجة جميلة جدا، والبرازيل المرشح الأقوى والمرشح الأبدي لأي بطولة كأس عالم في أي زمان وأي مكان، والبرازيليين فرحانين جدا، وأسيبكم مع زميلي فادي العتيبي يختم المباراة بإذن الله. وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء. طبعا يا جماعه بحيي فادي العتيبي، وان شاء الله اشوفكم في مباراه قادمه باذن الله.